فكرة مهندس احمد مجاهد راجل رغم كل يعني الظروف الصعبه اللي هو جاي فيها وبيدير في ظرف صعب، لكن على فكره راجل متفاهم، حتى لو اتقال ايه اكيد عنده وجهه نظر وعنده، والناس اللي معاه اكيد فاهمين ولازم عارفين لما يوصل يعني اي فريق، بلاش يا عم النادي الاهلي، وصل اي فريق لنهائي افريقي في حد ذاته ده حدث كبير، وهي مصر سيطرت افريقيا على كاس الامم الافريقيه من ايه؟ من تفوق انديتها في بطولات الانديه، بدليل اصبح عندك فريق لما يبقى بطل كونفدراليه، بطل دوري مصري، انت بتبقى عندك هنا الخبرات، انت كل الغياب الفتره اللي فاتت يا كابتن اسلام بعد اعتزال جيل ذهبي وصل للقمه، كان امر طبيعي جدا ما دام وصلت القمه تتوقع اللي هو التراجع التدريجي، في 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 بلد بتقدر تستطيع ان هي تمتص هذا التراجع وتعيد بناء قاعدتها من الاول، وفي مكان ما بيقدرش يسترد فيكون نتيجته انه ايه؟ يبقى هبوط، عدم التاهل ثلاث مرات، تراجع الانديه في فتره كبيره جدا، الاهلي مثلا ومن خلفه الزمالك ومن خلفه حتى المقاولون العرب ومن خلفه الاسماعيلي ما وصلوش للنهائي، يعني ايه الاهلي وصل نهائيين 2018 2019 او 2018 2017 وخسر في المغرب بظروف احنا عارفينها، و2018 اللي حدث احنا عارفينه مباراه التجمع وردينا الهديه للترجي زي ما قال كابتن صادق، بس فنيا في المعنى. فانا عايز اقول ايه؟ انه مش عاوزين ندخل، انا لا احب جزئيه الوطنيه وعدم الوطنيه في هذا الوقت يعني. احنا دوله بتتبني في الجمهوريه الجديده على انه بلدنا واحد واحنا كلنا واحد، المنافسه لا تدفعنا ان احنا نقعد نشكك في بعض، ده اللي بيزعل. لا، لابد يكون في احترام متبادل، المنافسه في داخل المستطيل، اغلبني في المستطيل الاخضر، ما تطلعش وانا معلم عليك في المستطيل الاخضر تطلع تهاجمني بره وانت مش قادر تواجهني جوه. دي بقى مشهد احنا شايفينه مترتب ليه كام ليه سنتين ثلاثة، أنا مش قادر عليك جوه فبطلع بره، أقول الكلمتين اللي بقول بيهم للجمهور برضه إيه طموحات بعض الناس، وده في حد ذاته في منتهى الخطورة. وأنا بقولها لك أهو، أحد الأسباب الرئيسية في انتشار التعصب بوجه القبيح من بعض المسؤولين، مش بعض لعيبة الكرة القدامى، ومن بعض الناس اللي ما عندهاش أمانة في نقل الكلام.